السلام عليكم. كنت كنقلب على واحد لوبيكاسيون، واحد الموقع ديال اوتيل ايفيس، راه قريب من هنا، كانت هاد الجهه هادي، واحد الجريده زوينه سميتها سكوير غامبيتا. كاين هنا وليدات كيلعبوا، هما دوك كيلعبوا معاه. كاين شويه الصاد، ماشي حراره كثيره، هاد لي زون الدراري ناشطين، دايرين لهم لي زيسباس فير هنايا. السيدة هادي كتشوف ليه بون، هاهي الأجواء هنايا. عندهم لي ستاتي بزاف، كاين بليصات فين كيلعبو الدراري. غادي نشوفو شي بليصة نريحو فيها في الظل، ناكلو شي تفيفيحة، نتبعو الحمامة. ماتش المغرب والاسبانيا، راه شي كوداسا اللعبو، طير يا حمام. السلام عليكم. هاد البلاصة اللي هضرت عليها ديال بارك غامبيتا، بارك غامبيتا، هنا عاد اكتشفت هاد اللعيبة زوينة، تيديرو فين الاتجاهات في الراك. تهضرت على الاتجاه اللي غادي بالشفور بالوجهة، غادي مزيونة هي تيديروها هنا، كاينة هاد اللعيبة دونك. و تيعطيك الاتجاهات انت كتمشى، كل اتجاه شحال عندك تقريبا. مثلا لا سيتي، هاد لا سيتي اللي غادي نمشيو نشوفوها على 15 مينيت، 16 دقيقة. هاد لو كانال عاوتاني اللي كاين شفناه البارح، 14 دقيقة. هاد لا باستيد قريبة، دونك هادو الوجهات اللي كاينين. وهذا دايرين باركور باتريمون، دونك حنا هنا في هاد الجهة وزيت السي هنايا. وبالنسبة للاكار ما بعيداش بزاف، هاهي لاكار سين سيف لو كانال، ما بعيداش بزاف. هنا تقريبا هاد لا باستيل، هاد الجهة غي دو فيغدان تقريبا، لا غي اللي فوق منها هنايا كاين داك الهوستال. وكاين هاد بارك بيزاج حتى هي خصنا نشوفوها الصراحة. هما بارك بيزاج اسباس دو ديتون، هادي قريبة لهاد سكوير غامبيتا. وكاينين هنايا قريبة شتها مشدودة عاوتاني، معرفتش الأسباب واش تاني يمكن الإصلاح ولا، راه بادية من هاد الجهة فين كاين الخشب كاينة. وهادي حتى لي هادي، هذا هو لو ميزي، عفوا واحد لو ميزي. غادي نشوفو، هذا هو سكوير غامبيتا، هو هذا. كاين هنا قريب لهاد البلاكة اللي وريتكم، كاين واحد لو ميزي ولكن مشدود، سميتو لو ميزي دي بوزار. غادي نشوفو هنا، الباب مشدودة، مشيت قربت الباب كاينة مشدودة تما. اليوم الخميس، ماشي زعما ويكاند ولا شي حاجه. ها هو ميزي دي بوزار، نورمالمون ما عرفتش شنو كيديروا، كيكون خلال هاد لي ميزي تيكون بالنسبه لي زيتيديون واش غراتوي ولا على الاقل تيكون بخي غيدوي بالنسبه للاثمنه. هذا هو الباب مسدوده هنا ولا شي حاجه، نديرو شي تصاورات حدا هاد لي ستاتيو، حدا هاد لو ميزي دي بوزار، ونكملو الوجهة. دابا ديجا راه إلي ميدي، لا راه قريبة الوحدة، ناخدو شي تصاورات هنايا. سي بون، غادي نكملو ان شاء الله. ندير واحد البوز بعدا نرتاحو، ناكلو شي حاجة، ندير واحد اللانش ونكملو من بعد الوجهة. يالله كاين هنا بليصة ديال الدراري فين كيلعبو، كاين واحد الكيوسك لهيه، بنتلي واحد البلاصة خاوية
في الصيف شي تفاحة. سيمو ها هو ها هو واحد دونك الله نرتاحو شوية ونشوفو لي روبير فين راه حنا كاينين شنو البروغرام اللي غادي نديرو. هاديك سميتها البلاصة ديال لا سيتي ميديفال مازال ما شفناهاش القرى الوسطى. نبقاو نشوف هاد الديكور هذا زوين واحد القبة هنايا شي ناضي كناضي الصيف شوية نجبدو شي تفاحة ونكملو الطريق. بسم الله الماء عندهم غالي في الحوانت كريستالين جوج يورو. هذه غسلتها خليتها لهذا النهار البارح خديتها من كارفور دونك نديرو هذا البوز هذا ونكملو الطريق. كلشي بلابليكاسيون كلشي بالتليفون خصك ديما دير حساب كلشي على تيساع تقاد لي بلون ديالك على حساب كل واحد. وانا متيب لي خصني نقاد لي بلون على تيساع وتكون عندك ديما بلون بي الا ما صدقات شي حاجه تخرجها. تهضرت مع ابويا عمر صديق ديالي اونفون جو ريزيرفي مع داك نادير غدا ان شاء الله غدا غادي نكيت هاد المدينه هاجو غنمش انش التراجي طويل حتى ليون. نادير هضرت مع داكشي علاش مشيت نشوف اوتيل ايبيس من يلا من غادي يبدا البوان دو ديبار حتى ليون ان شاء الله. داير ثمن زوين مقارنه مع شي وحدين وواحد كنت داير في البلان مونبولي صافي انيولي داك البلان ديال مونبولي شوفوا عاوتاني لو نور باش مزيان الواحد عاوتاني يجي خفيف. جبت كارطاب ديالي ومني كتخرج دابا خليت شي حويجات في الوسطال ملي كتخرج خفيف كتخرج مخير اي مسائل هكا تليفون باش تصور كدا اللعيبات ديال هاد اللانش ولا اش كيقولوا له صافي مسائل اللي بسيطه ضروري بوغ سو ايدغاتي الماء خصو يكون معاك صافي حوايج اللي غادي تحتاج وكتكتشف كاين بلايص هاد المدينه ترونكيل كما قال لي واحد التونسي تيدير شاورما فيها لو طو شوماج طالع ولكن ترونكيل الناس ما كتخدمش اغلبيه كيصبحوا ناعسين هادي صالحه للتوريزم هذا هو ماشي بحال دوك المدن الكبار. ديجا مازال ما شفتش المدن الكبار ما تيعجبونيش المدن الكبار ما تيعجبنيش الريتم ديال المدن الكبار تيعجبنيش نتلف من دور الكبار كل واحد وسبحان الله كاين كيعجبو داك لومبيونس داك الفايب ديال مدينه كبيره. انا كنفضل هاد المدن الهادئه تكون ترونكي داكشي علاش اختاريت الوجهه هنا وعاد نتحرك ان شاء الله. ايوا هادشي اللي كاين ومازال نشوفو بلايصات وغادي نمشيو داك السيتي ميديفال ان شاء الله بعد ما نكونفيرميو الوجهه ديال غدا لان ضروري لا تؤجل العمل اليوم الى غد. مدينه ما كتعرفهاش شوف البلايص فين غادي تتحرك. لقيت واحد كيصلح لي تروتينات سولتو على لوكاسيون قال لي 30 اورو لا جورني جاتني بزاف جاتني بزاف الصراحه. هذيك اللي كتحسب بالساعه حتى هي موفيز افير تنبدل المدينه وعاد نديرو قضيه ديال لا بيسي. يلا تحياتي.